I'd like to welcome you all in the opening of the third Sharm el-Sheikh Rendezvous and the 27th Fair Conference. I would like to Mr. Ala Zuhairi to share a time and thank you again. And I pass the presidency for Ala. الاقتصاد المصري يفضل بينمو، الاقتصاد المصري بيفضل يخلق فرص عمل، الاقتصاد المصري قادر يحافظ على حالة من الحراك وحالة من النمو. ده كان المشروع القومي بتاع كل المصريين. الجمهورية الجديدة هي جمهورية بتعمل على إرساء حقوق الإنسان، حق الإنسان البسيط إنه يحيا حياة كريمة، وحق الشاب اللي عايز يهاجر بطريقة غير شرعية إنه يجد فرصة العمل ويجد التدريب والتأهيل ليتمكن من الهجرة بطريقة شرعية. Thank you and see you in Sharm Rendezvous 4, inshallah.